في عناوين نشرة الليلة: عون قدم النصيحة والحريري تريث. وقد تمنى علي التريث في تقديمها والاحتفاظ بها، فأبديت تجاوب من مع هذا التمني. لبنان ما بعد الاستقالة. عسل عسل عسل. شكرا شكرا شكرا. فأين اختفى السبهان؟ على ما يبدو اتخذوا قرار الغيه. التريث في الدستور له سوابق. ما منا نسميه تراجع، وإنما منا نسميه تعليق. قمة إنهاء الحرب في سوريا على شواطئ سوتشي. براي بازگشت. والفن أيضا نال استقلاله في فن الخبر. ولدت الأغنية اللبنانية ذات الشخصية الخاصة والمميزة مع فترة الاستقلال. في ترينز نصيحة من الواد سيد الشغال. تريثي ولا تتسرعي. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. تراجعت السعودية فتريث الحريري، وما كتب في ليل الرياض محاه نهار بيروت. وبتدبير مشى على حفاف الدستور سنت معادلة جديدة قوامها عرضت فتمنى فاحتفظت، وهي ثلاثية مكنت رئيس الحكومة من طي ورقة الاستقالة بلا مفاعيل دستورية، لا بل وزودته بميثاق شعبي نشر المد الأزرق على طول الوطن وعرضه. تريث الحريري، لكنه في واقع الحال أقلع عن فكرة لم تكن من بنات أفكاره، إنما يعود نسجها إلى مخططين سعوديين هزمتهم وحدة وطنية لبنانية. فشلت الخطة، وقد يكون صانعوها تحت الإقامة الجبرية اليوم، أو بأقل تقدير انصرفوا عن المشهد التحريضي العام. فمن رسم للبنان خرابا من استقالة لم يضع في حساباته هذا الشعب العنيد، واعتقد أن الرئاسة اللبنانية ستكون على صورة عبد الهادي منصور الهادئ إلى الأبد. لكن الحقيقة تؤكد اليوم أنه لو كان على رأس الجمهورية رجل لا يدعى ميشيل عون لما تمكن الحريري من العودة إلى لبنان، وهذا ما يمتن له رئيس الحكومة شخصيا، وقد عبر في أكثر من إشارة عن هذا الامتنان. عاد الحريري وتراجع عن الاستقالة غير الإرادية، واستقبل استقبال الفاتحين أو على صورة الاحتفال بالمحررين الذين عذبوا تحت الاعتقال، وهو لم ينفي في أي من محطات ظهوره واقعة الاختطاف أو الحجز، أو بأقل تعبير تقييد حريته. تحدث خطيبا أمام جمهوره كعائد من الأسر، كمفرج عنه، ووجه التحدي إلى كل من يرى ويسمع، متحصنا بعظم أزرق، بناس جاءوه مبايعين مؤيدين مقدمين الطاعة والولاء، وهؤلاء الناس أعطوه الاندفاعة للكلام بلا خوف من السجان الذي جاءه يوما على صورة سبهان. اليوم سعد الحريري محررا محصنا مدعوما بمعادلة التريث، محاطا من رئيسين وشعب، ومساندا من عالم غربي طالب بحريته، وبدول عربية طالبت بعودته رئيسا، وبخطاب لبناني حتى من حزب الله ضبط النفس وفتح المعابر للدخول. فهل سيقرر الحريري أن يدعو إلى أول جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بجدول أعمال عادي، ويحكم بصفته رئيسا لبنانيا بلا أي تدخل أجنبي؟ أم إن آثار الاعتقال سوف تبقى بادية على أدائه الحكومي، ويصبح منفذا لتعليمات خارجية وتحديدا سعودية؟
ماذا يطلب الحريري أكثر من هذا الدعم ليحكم سيدا حرا مستقلا؟ الغرب احتضنه وخاض معركته، الشعب ارتكب فعل حبه، رئيس الجمهورية وضع رئاسته على المحك إنقاذا له، وحزب الله خفض من مستوى حروبه في الشرق تسهيلا له على قاعدة خذ لترضى، حتى أن رئيس المجلس نبيه بري توافق مع العهد لأجله. وقد تكون قمة سوتشي الروسية الإيرانية التركية قد عقدت عزمها على إنهاء الحرب في سوريا عاملا سوف يساعد على عودة الحريري إلى الرئاسة. ولم يعد مطلوبا من الرئيس العائد سوى أن يقول هذه المرة لبنان أولا. إذن في عيد الاستقلال عودة مشروطة من القصر الجمهوري في بعبدة عن استقالة قدمها في الرياض. العيد في القصر الجمهوري كان عيدين، الاستقلال وتراجع الرئيس سعد الحريري عن تقديم الاستقالة. فما أن انتهى العرض العسكري بمشاركة الرؤساء الثلاثة حتى ساد الترقب في بعبدة لوصول الضيف الحدث، إنه سعد الحريري. وصل الرجل برفقة الرئيس نبيه بري بسيارة يقودها الحريري بنفسه، وتوجه فورا إلى مكتب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. مشاورات دامت قرابة ساعة قبل أن يختلي عون بالحريري في ربع الساعة الأخير، تخللها انضمام بري مجددا إلى الاجتماع لدقائق قبل خروج الحريري ومفاجأة الجميع. لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامة الرئيس، وقد تمنى علي التريث في تقديمها والاحتفاظ بها لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية، فأبديت تجاوبي مع هذا التمني آملا أن يشكل مدخلا جديا لحوار مسؤول. وجوب الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن الحروب وعن الصراعات الخارجية والنزاعات الإقليمية وعن كل ما يسيء إلى الاستقرار الداخلي والعلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب. وبحسب المصادر فقد استمع عون من الحريري لملابسات الاستقالة، فطلب منه رئيس الجمهورية أن يتريث في إعلانها. حصل هذا بقوة إسناد ودعم لهذا القرار من قبل الرئيس نبيه بري، ووعد عون الحريري في المقابل بالتشاور في المواضيع الخلافية. طالما لم يصدر البيان عن رئيس الجمهورية باعتبارها مستقيلة وتكلفة تصريف الأعمال يعني غير مستقيلة، يعني هلأ كأن لم تكن الاستقالة بقوله انه مش هيك، هذه فترة حوار وتشاور. هل الرئيس عون والرئيس بري اقنعوه اليوم او هو جاء بهذا القرار؟ يعني معه كان المهم النتيجة، المهم النتيجة. يلا مش هن اللي اقنعوه، بنقول مبروك للبنان الاستقلال وهذا اللقاء. هل هذا سيتترتب عنه الرئيس عون حوار وطني سيجمع من اجل بكير 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 بكير؟ مش الخطوة التالية اللي راح يقدم عليها رئيس الجمهورية الآن بعد أن تريث؟ تسيير شؤون الدولة. في السياسة كان القرار وكأن الحريري قرر القفز إلى الوراء، وتحديدا قبل 24 تشرين تاريخ تلاوته بيان الاستقالة من الرياض، فعادت على الفور صورة المطبخ الذي أنتج التسوية السياسية نادر الحريري، غطاس خوري وجبران باسيل. وهذا ليس إلا السفير الإيراني في بيروت ومصافحة حارة مع الرئيس سعد الحريري الذي أنقذه وزير الخارجية جبران باسيل قبل وصول السفير السوري. كيف ينعاد عليك وعلى الذنيه وعلى الذنيه هلا بصير عم تخطفنا هيك؟ لا كلام، ربما لكي لا يحصل استفزاز اضافي للطرف السعودي الذي يرى البعض انه اكبر الخاسرين بقرار الحريري. فجأت اليوم بهذا القرار؟ لا، انا بلاقي انه قرار حكيم. هيدا بيثبت انه القرار اتاخد بلبنان والقرار وطني مش خارجي. عودة بتصور ايجابيه وجيدة، خاصة أنه الشروط اللي على أساسها تمت الاستقالة
طفت هاي الشروط تشدد فيها. أنا أعتقد أن سماحة السيد عندما تحدث قال بالفم الملآن يعود الرئيس الحريري وكل المواضيع مطروحة للنقاش. وتقول بعض المصادر إن سعد الحريري ما كان ليأخذ هذا القرار لولا غطاء عربي ودولي، وإن العرب باستثناء السعودية يؤيدون تثبيت الحريري في رئاسة الحكومة على عكس ما قيل في العلن. فهل ذهب سعد الحريري بعيدا في الاستقلال عن السعودية أم أن من المبالغة هذا القول؟ سيحفظ التاريخ لسعد الحريري أنه دفن استقالته في عيد الاستقلال 74، لكن ماذا عن السعودية؟ وهل ستعتبر ذلك استقلالا عنها من قبل الحريري نفسه؟ أم أن مياه التسوية ستعود إلى مجرها؟ غدا لنظره قريب. من القصر الجمهوري، رامز القاضي، قناة الجديد. بعد طول انتظار رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط معلنا مواصلة المسيرة مع الأوفياء له وللبنان أولا. عاد سعد الحريري، عنوان كان كافيا لينزل جمهور تيار المستقبل إلى الشارع. للمرة الأولى لا شعار سياسياً للحشد شعبياً، للمرة الأولى ينزل الحريريون لتجديد البيعة لسعد، لا يطلبون نزع سلاح حزب الله ولا المحكمة الدولية ولا غيرها من عناوين طبعت تظاهرات التيار الأزرق منذ عام 2005. مطلبهم واحد، سعد أولاً. ونحن معك يا دولة الرئيس، ونحن معك على الحلوة والمرة. نحن بدون سعد الحريري ما بنسوى شيء. عيد الرئيس. كنتوا خايفين عليه؟ بتأيد العودة على الاستقالة؟ لا، رأيي الشخصي استقالة. ليه؟ رأيي. طب ليه ما بتستقيل حضرتك إذا مش عايز؟ أنا مقيد بقراره هو. لحظة انتظار الزعيم الغائب باتت لهؤلاء كأنها دهر. صحيح أن الحريري لم يغب إلا 18 يوماً وهو الذي اعتاد العيش خارج لبنان، إلا أنه هذه المرة الشعور مغاير، هو نفسه قالها، لكن أحداً لا يستطيع تبرير لغز هذه اللحظات. هذه لحظة ما ممكن ننساها، هذه لحظة اللقاء مع الأحباب، مع الرفاق، مع الأهل الحقيقيين، هذه لحظة الوفاء معكم أنتم. وننتقل مباشرة إلى عين التيني مع الزميل باسل العريضي، ويبدو أن الرئيس الحريري يصرح مباشرة من هناك. لقيت مع دولة الرئيس بري وحكينا بموضوع التشاور اللي عم بدنا نقوم فيه، إن كان أنا ولا هو، بموضوع النائب النفس، واللي هو نحن المبدأ الأساسي إنه نجنب لبنان أي يعني مصاعب. اليوم بس مرحت عند فخامة الرئيس كمان أيضا شرحت له شو هني الأسباب والخلفية لما حصل، واللي بيهمني إنه نحن نتطلع على مصلحة لبنان ومصلحة لبنان فقط. نحن بمنطقة مشتعلة، يمكن في أمور يجب علينا إنه نبتعد عنها، وعم بحكي كل الأفرقاء السياسيين مش فريق سياسي لوحده، يعني نحن من نائب النفس بده يكون على الجميع مش بس على فريق واحد. وهذا الشيء بحسن علاقاتنا مع أشقائنا العرب، بحط لبنان بموقع اللي بيقدر يكون عنده حوار واضح مع الجميع، وخاصة بالخلافات الإقليمية اللي نحن بلد صغير كتير ما لنا دخل بكل هالخلافات، نجنب لبنان مشاكل أكبر بكتير من حجم لبنان. فالرئيس بري يعني أكيد أبدى إيجابية كبيرة مثل عادته، وإن شاء الله كلنا حنشتغل على هالأساس. اليوم
استمهلني فخامة الرئيس فيما يخص الاستقالة، وهذا الشيء يعني أنا بدي أطلع على الشق الإيجابي. نحن يجب علينا أنه نعرف حالنا أنه نحن بهالمنطقة مش عايشين لوحدنا، فلذلك أنا أتمنى على الجميع أنه بس ما نتناول هذا الموضوع نتناوله بالشق الإيجابي، مش أنه في فريق بده يربح على فريق ولا هيك. نحن بدنا نتعامل بهذا الموضوع بشكل إيجابي. أنا فريق السياسي كمان أيضا كمان بده يكون عم يقوم بنقي بالنفس فيما يخص النقي بالنفس فعلي، إن كان إعلاميا ولا إن كان عمليا ولا إن كان بكل هالأمور، يجب علينا أنه نحن ننقى بنفسنا لمصلحة البلد، لأنه بالآخر لبنان هو الأساس. نحن يعني مجموعة من السياسيين لبنانيين نشتغل لمصلحة لبنان، فيجب علينا نحط هذا الشيء هو الأساس بالنسبة لنا. عندما أعلنت استقالة من المملكة العربية السعودية هناك كثر قالوا بأنها جاءت الاستقالة. اليوم أنت تريثت بهذه الاستقالة، هل تم تنسيق هذا الموضوع مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية؟ أنا تريثت لأنه فخامة الرئيس طلب مني أن أتريث. أنا تريثت لأنه شفت أنه من الأفرقاء السياسيين كمان في إيجابية بالحوار وبالتشاور وبأنه يكون في مواقف إيجابية، لأنه اللي بيهمني أنا بالنسبة لإلي النقي بالنفس مش كلمة، النقي بالنفس هي فعل، هي عمل بدنا نكون نحن عم نشتغل فيه على أساس يعني نجنب لبنان أي مشاكل. فلذلك لأنه فخامة الرئيس اللي بشكره على يعني هالعاطفة اللي كانت عنده بالنسبة لإلي طلب مني هذا الشيء، أقل شيء فيني أعمله أنه استجيب على لدعوة فخامة الرئيس. هل الرئيس دغري ممكن أن يتوسط للحصول على ماء النفس مع أفريقيا؟ يعني تعتبرونهم دولة الرئيس ما في شك أنه يعني إذا بتشوف العلاقة بيني وبينه تاريخيا كان دائما علاقة إيجابية، كان دائما علاقة بناءة، يمكن في محلات اختلفنا بس حتى الخلافات اللي صارت بيناتنا كانت خلافات يعني ما راحت على خلافات جذرية. بنختلف ولكن نتفق أنه بالآخر مصلحة البلد هي مصلحة للجميع. حضرتك تريثت اليوم وانت بعدك رئيس الحكومه اللبنانيه، هل ستجتمع الحكومه؟ هل يعني هل يتم شغل هذا؟ انا بدي يعني بدي ركز على المشاورات، في كتير بريد عندي خلال هالثلاث اسابيع ما كنت موجود فيها، فمن بكره الصبح ابلش يعني اوقع كل البريد اللي عندي. هلا مش مهم السراي من البيت كل واحد هذا شيء يعني انا اعطيت الرئيس يعني هو الحريه انه يتحرك، والرئيس بري وانا كمان حتحرك، ونحن ثلاثه يعني حنشوف مع الافرقاء السياسيين الاخرين حتى نشوف لنوصل لمحل. انا برايي انه قادرين نوصل، انا برايي انه الاشقاء العرب فهمانين يعني موقفنا وعارفين نحن شو عم نحاول نعمل. ومبارح إن كان مع فخامة الرئيس السيسي ولا حتى بالمملكة العربية السعودية ولا حتى اليوم كمان أيضا الموقف الإماراتي كمان كان إيجابي فيما خص النائب النفس، ففي يعني اتجاه لدعم طريقة العمل اللي نحن عم نقوم فيها، وكمان يعني الرئيس الفرنسي اللي كمان عم يتابع هذا الموضوع بشكل أساسي لاستقرار لبنان. نعم، خلال المشاورات التي ستجريها هل من قصص ومعطيات جديدة في التعاطي مع حزب الله؟ لا، نحن شوفي نحن هلأ بمرحلة تشاور، مرحلة يعني نجس النبض، وأنا برأيي أنه في إيجابيات كانت كتير كبيرة بالحكومة، نحن بدنا نكبرها شوي لأنه صار يعني صرنا بمكان حساس، يجب علينا أنه هذا الموضوع نحله بشكل إيجابي. شكرا للجميع. شكرا. يعني تعليق الاستقالة من فترة الرئيس. إذن استمعنا إلى تصريح الرئيس الحريري مباشرة بعد لقائه الرئيس بري في عين التيني، ونعود إلى سياق النشرة لمتابعة التقرير عن الاستقبالات في بيت الوسط وكلمة الرئيس الحريري بالمحتفين بعودته. ممكن ننسى هذه لحظة اللقاء مع الأحباب، مع الرفاق، مع الأهل الحقيقي.
لحظة الوفاة معكن انتو يلي بتعلموا العالم الوفاة. هيدي لحظة الصدق معكن انتو يلي بتعلموا العالم الصدق. هيدي لحظة للتاريخ وللجغرافيا لحتى اختصر كل شيء بكلمة واحدة: شكرا شكرا شكرا. كل لبنان لتقولوا لي الحمد لله على السلامة، وأنا جاي لكم الحمد لله على سلامة لبنان، والحمد لله على لبنان، والحمد لله على اللبنانيين، الحمد لله على كل واحد ووحدة فيكم. باقيين سوا ومكملين سوا لنكون خط الدفاع عن لبنان وعن استقرار لبنان وعن عروبة لبنان. البيت المستقبلي التف حول رئيسه، صقور وحمائم عادوا إلى قلب الوسط، منهم مراقباً لحظة الرجوع ومنهم مواكباً وحتى شريكاً بها. ما عدنا أغلى من بلدنا وما عدنا إلا بلدنا، ومبدأنا ما بيتغير، وشعارنا حيبقى لبنان أولاً لبنان أولاً لبنان أولاً. عشتم وعاش لبنان. أما الختام فهو بداية مسار ومصير جديد قديم رسمه الحريري بنفسه، سيكمل طريق التسوية زي ما هي، على أن يكون نشيد العودة رسالة لكل الوطن. منسي السبع، قناة الجديد. بيت الوسط ومحيطه اكتظى بمناصري تيار المستقبل، والحريري يخطب فيهم شاكرا. مناصرون لتيار المستقبل أتوا من كل المناطق، وصلوا إلى بيت الوسط في العاصمة لإلقاء التحية على رئيس تيارهم سعد الحريري ورئيس حكومة لبنان، مبتسمين شاعرين بالدعم الذي قدمه لهم الحريري بعودته بينهم بعد غياب دام 3 أسابيع تقريبا، ومؤيدين نهج الحريري في السلطة. كاملين معه للأبد. من وين أنت جاي؟ من عكار. الأمان والاستقرار ووحدة اللبنانيين، إسلام ومسيحية وشيعة ودروز وكل لبنان، هذا أهم شيء عنا إياه. لوين وجعك أنت كمواطن هلأ؟ وجعي إذا صار شيء بالبلد، من وين تجيب لقمة الخبز لحتى أكل؟ مو بدي أمن عيش أمي أو عيش أمن مستقبل من وين إذا انخرب البلد؟ للثقة لدى هؤلاء بحكمة الحريري وتريثه في الاستقالة مساحة كبيرة من آرائهم. بأساسه أنه هو عشان عم يعمل عليها سعد ويشتغل عليها هي الوحدة بين اللبنانيين، وأكيد إذا ما بيكون في وحدة باللبنانيين ما بيكون في وطن. ما حدا خلب بلبنان خير ورجال بغار على وطنه، بيحب وطنه، بيحب شعبه. لو ما بيحب شعبه وشعبه بيحبه ما بنجي من عكار لهون. والله يحملنا إياه، وكل كلمة أولى أولى نقطة عسل 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 على الأم العربية كلها. أما لهذه الحجة فحكاية أخرى. السعودية فيوطون، أنا مع حزب الله ما خليني فوت. أنا بحب أبو هادي، كل واحد حر، وحاملة صورة الحريري. وين العالم اللي عم تقول عنه؟ هي بجي الزاني ما خليني فوت. أنت عبالك تفوت لشو على البيت؟ ما تبرح حالك يعني؟ هي صورتي يعني مريم فارس لبنانية، أنت وجوزي سعد الدين الصنجمية. حجة ليش ما فوتوك؟ لأنه معي حزب الله، مع علم حزب الله وماسكة علم حزب الله. في أي إشكالية؟ كيف بدك تفوتي على حزب الله وهي تجي تابع التيار المستقبل؟ ما في حدا يكون بحب الاثنين بالعالم. شو؟ ما معقول حدا يكون بحب الاثنين. نحكي هلا بالمنطق ولا بدك تحكي بالعالم المثالي؟ بالمنطق. بالمنطق أكيد. ما في حدا من التيار المستقبل بحب المقاومة؟ المقاومة سابقا، هلا بطلت مقاومة.
طيب بس هي بالنسبه لها بعدها مقاومه. حره يعني بعدني مقاومه. حجه بس ما حدا بيمنع حدا يفوت لجوا. انا من التنظيم. ابو هادي. ابو هادي دافع عن البلد. حجه حجه بس بدي اقشع لان ممكن ما اكون مع اي حدا يعني. وعلى بالي شارك حس شيء وطني. لا عندهم بيت الكل هيدا. هيدا بيت الكل. بس اكيد انت فتت بطريقه استفزازيه. لا اوعى تغلط. تفضلي. انا مريم فارس من شحون من ثلاث النويره. ملك عبد الحفيظ. ليش حبيت تجي تقولي له شو؟ بدي له الحمد لله على السلامه لانه كنا بنحبه وهو ناطرك جوا ليقول لك اهلا وسهلا. ما بدنا يستقي وناطرك جوا ليقول لك اهلا وسهلا. انا عم برا الفتحه لبيو عملي وحده ممنوع. قالها احد منظمي هذه المسيره ان بيت الوسط هو بيت الجميع وعليه يامل من قرر النزول الى الشارع ومن فضل المشاهده عبر التلفزيون اعاده تحريك عجله النهوض بالبلاد اقتصاديا ومعيشيا تحت شعار لبنان واللبنانيون أولا. من بيت الوسط رشا الكرم قناة الجديد. دستوريا ماذا يعني تريث الحريري؟ التريث في تقديمها. التريث هي الكلمة التي أعادت وضع البلاد إلى ما كانت عليه قبل الرابعة من تشرين الثاني. إلا وتزرع فيه الفتن. وبذلك يكون الرئيس سعد الحريري قد تراجع سياسيا عن الاستقالة التي أعلنها من الرياض. أما دستوريا فالاستقالة تبخرت ما دام لم يقدمها في بعبدة. التريث يعني التريث ما منا نسميه تراجع وإنما منا نسميه تعليق. ما تراجع عن الطرح اللي عمله باستقالته وإنما تريث بانتظار أن يؤول التشاور والتعاطي المباشر بين شركاء المسؤولية مش شركاء الحصص إلى العودة لالتزام المبادئ الأساسية لوثيقة الوفاق الوطني وللدستور اللبناني. وهكذا فإن الحكومة قائمة والرئيس سعد الحريري يمارس صلاحياته كاملة ومن صلب أعماله دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد. قائمة طبيعية مش حكومة تصريف أعمال لأن الرئيس رئيس الجمهورية لم يقبل الاستقالة ولم يكلفها بتصريف الأعمال. يعني منقول هذه استقالة شبه معلقة بانتظار تحقيق شبه شرط كمان. تريث اليوم بناء على طلب رئيس الجمهورية لم يكن التريث الأول، فعلى سبيل المثال في عام 69 تريث رئيس الحكومة رشيد كرامي في تقديم استقالته واستمر تريثه 7 أشهر، وفي عام 74 تريث رئيس الحكومة تقي الدين الصلح عن تقديم استقالته أيضا. الفرق أنه بين تلك الفترة واليوم اختلفت صلاحيات رئيس الجمهورية. يعني كان رئيس الجمهورية بعين الوزراء ورئيسهم ويقيلهم. ما صار في نماذج يعني لهذه الممارسة لأنه كان من ضمن الصلاحيات الرئاسية. عاد الرئيس سعد الحريري إلى حضن الوطن وعاد أيضا عن إعلان استقالته فاتحا الباب أمام التواصل والحوار مع شركائه كافة في الحكومة. نعيم برجاوي قناة الجديد. وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان شغل منصب ضابط أمن وحماية للعديد من وزراء الدفاع الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين بين عامي 1990 و1995 بعد انقطاع دام حوالي ربع قرن بين العلاقات الدبلوماسية السعودية والعراقية. تم تعيين السبهان سفيرا لدى العراق عام 2015 لكنه لم يلبث كثيرا في منصبه إذ طلب العراق من المملكة استبداله، فاعتبر السبهان أن إيران مارست ضغوطا لاستبداله. أواخر عام 2016 دخل السبهان الساحة السياسية اللبنانية وذلك ضمن زيارة الوفد السعودي الداعمة لخطوة الحريري ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. ومؤخرا أخذت تصريحاته التحريضية حيزا من الحياة السياسية اللبنانية. اليوم عاد الحريري واختفى السبهان، فأين هو وما هي دلالات تغييبه؟ يسمع.
الحريري يتحدث وهم يلطمون، هذا ما ورد في آخر تغريدة لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر سبهان. السبهان غائب عن السمع منذ 10 أيام، وعلى الأرجح أنه هو من يلطم في هذه الأثناء. بعد ما اختفى ليس فقط السبهان إنما أيضا ملائكته بعد المقابل الثاني للرئيس سعد الحريري مع زميلة بولا. طبعا سمعنا بهذه المقابلة تغيير الخطاب، يعني الحدة اللي كانت بالخطاب الأول خطاب الاستقالي لم تكن في الخطاب الثاني، وبعتقد ترافق هذا الغياب مع بدء الحديث عن مبادرة فرنسية. طب واضح أنه هو كان رأس الحربة في هذا الانقلاب، وعندما يسقط الانقلاب فحتما الرجل الأبرز والصوت الأعلى اللي كان رافع السقف للآخر لما بده يتغير السقف يا أما بده يتراجع يا أما بغيب، فعلى ما يبدو اتخذوا قرار الغياب. وبعتقد أنه هذه التسوية الدولية اللي كانت حامية لبنان، هذه المظلة اللي كانت حامية لبنان لا تزال قائمة ولا تزال موجودة. حكومة لبنان حكومة إرهاب، لبنان بعد الاستقالة لن يكون أبدا كما قبلها، أيدي الغدر والعدوان يجب أن تبتر. السبهان أو صوت التصعيد السعودي صمت، فهل أتى زمن التسوية؟ تشير المعلومات إلى أن سبهان في زيارته الأخيرة إلى واشنطن نقل إليه مسؤولون أمريكيون من 3 إدارات رسمية مختلفة امتعاض الإدارة الأمريكية من تصريحاته، وسأل الجانب الأمريكي السبهان عن الأفق السياسي لتصريحاته ولمسوا عدم امتلاكه جوابا واضحا، فزاد الامتعاض. صار في ضغط دولي كبير مش بس فقط على السعودية، طبعا السعودية تعرضت للضغط الأكبر من أجل إطلاق سعد الحريري، لكن باعتقادي أنه كمان كان في رسائل أخرى للإيرانيين، بمعنى أنه حيدوا لبنان عن اللعبة وروحوا تصارعوا برا، يعني وتحديدا قال لهم للإيرانيين اللي هن مهتمين كتير بالملف النووي، فأنه إذا بدكم نساعدكم تحديدا الفرنسيين، إذا نحن بدنا نساعدكم بالملف النووي ونضلنا إيدنا بإيدكم بهذا الموضوع يجب الفصل مع القضية اللبنانية. المنطقة اليوم عم يتركب فيها نظام إقليم جديد، وصرنا على البوابة الإخرانية أو صرنا بالمرحلة الإخرانية، ما فينا نعمل صراع بهذا البلد يرجع ينعكس سلبا على كل الموضوع، عداك عن مسألة اللاجئين، مسألة النفط والغاز، مسألة المصالح، مسائل كتير. تغريدات السبهان اختفت لتحل محلها تغريدات الدبلوماسي السعودي وليد البخاري، ولكن بنفس تسووي واضح. وهكذا بعدما أمضى اللبنانيون 2 أسبوع يسألون عن مصير رئيس حكومتهم، حان الوقت للسؤال عن مصير من فكر أن في إمكانه اللعب بمصير اللبنانيين. فتون رعد، قناة الجديد. بعد بعبدة صباحا وفي يوم تحركاته الأول اختار الحريري أن يزور عين التيني ودار الفتوى. على دار الفتوى حل الرئيس سعد الحريري ضيفا بعد 2 أسبوع كانت خلاله الدار مقصد كل الأطراف السياسية. خلال اللقاء شكر رئيس الحكومة المفتي على مواقفه خلال الأزمة. أما من جهته اعتبر المفتي دريان تريث الحريري في الاستقالة خطوة نحو الأمام في الحوار بين اللبنانيين لمعالجة الأسباب التي أدت إليها بهدف التوصل إلى حل يحافظ على أمن وسلامة واستقرار لبنان وحسن علاقاته مع الأشقاء العرب. أنا جيت عن سماحة المفتي لأنه بغيابه كان مرجعي عند الجميع، وأنا جيت أشكره على المواقف اللي وقفها، وخاصة أنه حصن الوحدة الوطنية، حصن أنه اللبنانيين يجب أن يبحثوا على الاستقرار تبعهم وعلى أمنهم، وهذا الدور قام فيه بامتياز سماحة المفتي، وأنا جيت أشكره على هذا الدور ونكمل المشوار اللي نحن عم نخوضه إن شاء الله. اليوم مثل ما بتعرفوا صار في استمهال لمشاورات، حنقوم أنا حقوم بالمشاورات وفخامة الرئيس حقوم بالمشاورات. المهم عندي أنه نحط مصلحة لبنان قبل كل شيء. أنا عم مد إيدي على الآخر وعم أقول للبنانيين أنه نحن كلبنانيين يجب علينا أن نشوف مصلحتنا نحن كلبنان قبل مصلحة أي أحد آخر، فهذا الشيء اللي نحن منطلقين عليه. نحن كنا أمام يعني الحرائق اللي عم تصير حوالينا، يمكن البعض عم تنطفي ولكن لسه الحلول السياسية ما خلصت، يمكن بعض المعارك خلصت، ولكن نحن الحمد لله بوسط كل هالحريقة
بدنا ننقذ لبنان. هلا بدنا نحصن علاقتنا مع كل الاشقاء العرب بحيث انه مصلحه لبنان اول شيء هي تكون الاساس، وكمان ما نضر اخواننا العرب. ومن دار الفتوى توجه الحريري الى عين التينه حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. اليوم استمهلني فخامة الرئيس فيما يخص الاستقالة، وهذا الشيء يعني أنا بدي أطلع على الشق الإيجابي. نحن يجب علينا أنه نعرف حالنا أنه نحن بهالمنطقة مش عايشين لوحدنا، فلذلك أنا أتمنى على الجميع أنه بس ما نتناول هذا الموضوع نتناوله بالشق الإيجابي، مش أنه في فريق بده يربح على فريق ولا هيك. نحن بدنا نتعامل بهذا الموضوع بشكل إيجابي. أنا فريق السياسي كمان أيضا كمان بده يكون عم يقوم بنقي بالنفس فيما يخص النقي بالنفس فعلي، إن كان إعلاميا ولا إن كان عمليا ولا إن كان بكل هالأمور. يجب علينا أنه نحن ننقى بنفسنا لمصلحة البلد، لأنه بالآخر لبنان هو الأساس. نحن يعني مجموعة من السياسيين لبنانيين نشتغل لمصلحة لبنان، فيجب علينا نحط هذا الشيء هو الأساس بالنسبة لنا. وأكد الرئيس الحريري إيمانه بأن الحل بمتناول اللبنانيين. ما الانعكاسات الاقتصادية لتريث رئيس الحكومة سعد الحريري في تقديم استقالته؟ ما إن أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري تريثه في تقديم استقالته إفساحا في المجال أمام مزيد من التشاور، حتى انعكست الخطوة ارتياحا في السوق المالية، وارتفعت سندات لبنان بالدولار وصعد إصدار 2027 دولار وسبعة سنتات، وهو أعلى مستوى له في أسبوعين. فكيف يقرأ ذلك في لغة الاقتصاد؟ هذه خبرية بتريح الأسواق، لأنه إذا عاد عن الاستقالة أو إذا أجل الاستقالة يعني معناته أنه في عندي عدد معين من القرارات الاقتصادية اللي راح تتخذ، وبالتالي هذا مريح للأسواق. هلأ اللي لازم نعرفه كمان أنه الأسواق المالية بتشتغل بشكل آني، يعني عندها ردات فعل مباشرة على الأحداث، ممكن هلأ طلعت بكرة يمكن بكرة أنه تنزل. أنا باعتقادي يعني الأسواق شافوا هالإعلان اليوم هو من ناحية أنه في أمل أنه تنفرج هالأزمة هاي. نحن بنعرف أنه بحسب اتفاق الطائف القرار الاقتصادي موجود بقلب الحكومة مجتمع، فإذا كان ما في حكومة أو هالحكومة منا قادرة تاخد قرار اقتصادي، بيعرفوا انه في اشكالية بالنسبة للدفع، يعني ممكن انه تصال الدولة حتى لو معها مصاري تصال لمرحلة ما قادرة تاخد القرار انه تندفع الفوائد او الاستحقاقات المالية تبعولتها، وهذا بيعتبروه بالاسواق نوع من انواع الافليس، وبالتالي التأثير السياسي بأسعار السندات أو بأسعار عقود التأمين هو تأثير مباشر، مثل ما عم نشوفه مثل ما شفنا اليوم كيف التأثير. بمجرد ما أعلن عن تأجيل أو التريث بالاستقالة تجاوبت الأسواق بشكل إيجابي جدا. حين قدم الحريري استقالته من السعودية هبطت قيمة السندات اللبنانية وارتفعت بدلا منها عقود التأمين على السندات من المخاطر، واليوم ولأن الأسواق